السلام عليكم. ده هنشوف مع بعض ازاي نرسم بايب. اول حاجه تعملها هتيجي هنا على الورك سبيس، تاكد ان انت على 3 دي بايب عشان تظهر لك الروت بايب، تختارها وتبدا تختار بقى من هنا اللاين نمبر سيلكتور، وهنا تختار السايز اللي انت عايزه، وبعد كده تختار السبيكس سيلكتور، وهتبدا ترسم البايب بالشكل دوت اهوت. طيب لو انا عايز اغير في اي لحظه المقاس بكل بساطه هقول له انا عايز اغير المقاس اهوت، وتكمل رسم فهو اوتوماتيك هيعمل لك الريديوسر بتاعك. طيب لو انا عايز اطلع في الاليفيشن هقول له اي انتر، بيقول لي عايز على ارتفاع كام، هدي له مثلا 100 مثلا، فيبدا يرسم لك بالشكل دوت. عايز تغير الارتفاع تاني هتقول له اي، وتقول له مثلا 150، فيبدأ يرسم لك بالشكل دوت. لو عايز تاخد بايب من هنا هتقول له انا عايز ارسم بايب، تبدأ تختار البايب اللي انت عايزها وتبدأ ترسم، فهو اوتوماتيك هيوصل لك التي زي ما انت شايف بالشكل دوت. طيب لو عايز ارسم اغير ارتفاع يبقى هعمل ربط بين الاثنين واقول له ايه، واروح مغير الارتفاع مثلا ل 120 مثلا اهو، فيبدأ يغير بالشكل ده.